ألف مبروك يا سلامة. هي سلامة بدأت السنة تعلم عيالها على الصوم. هي أكيد الصوم لليهال هو من عند سن البلوغ، لكن وايد مفيد بعد أنك تجهزينه من عمر 7 سنوات. فمثلاً تشرحين لهم عن معاني الصوم فوايدة، أو تخلينهم يشاركون بوجبة الفطور. أها. أما إذا قربوا من سن البلوغ تقدرين تخلينهم يصومون تدريجياً. خليني أشرح لك أكثر يا سلامة. أول 10 أيام من الشهر الفضيل يكون صوم اليهال من السحور لين الظهر، وثاني 10 أيام من السحور لين العصر، وباقي الأيام من السحور حتى المغرب إذا يقدرون. وما أوصيك يا سلامة، أكلهم ضروري يكون متكامل وصحي بكميات معتدلة، ونتجنب الدهون الحيوانية، وأكيد الإكثار من الخضار والفواكه. هي. ولا تنسين الماء. هي. الطفل اللي عمره 10 سنوات بحاجة للتر إلى لتر وربع يومياً. وفي شيء وايد مهم لازم تعلمين اليهال الصايمين، إنهم ما يأكلون بسرعة عند الفطور ويمضغون الأكل شوي شوي. هي. أما بحال إذا لاحظت تعب أو خمول أو شكوك في وجه ولدك خلال النهار، لازم تفطرينه بسرعة، تعطينه كوب عصير. هي. ومبارك عليكم الشهر، وعساكم دوم صحة وسعادة.